نعود إليكم أحبتنا المشاهدين. كما سمعنا شيخ قبل الفاصل شيخ محمد، شيخ عبد الرحمن تحدث عن معاناة الشعب السوري. نريدك يا شيخ أن تكلمنا عن نحن المسلمون، ما واجبنا تجاه إخواننا في سوريا؟ هل الشر الإسلام لم يترك شيء إلا وتكلم عنه، والأحداث التي في سوريا الآن لابد أن يكون لنا نحن المسلمون الدور تجاه أحبتنا وإخواننا في سوريا، ما دورنا نحن المسلمون تجاه الشعب السوري؟ أولا أحب أن أذكر إخواني المشاهدين بأن الشعب السوري بهذه الأعداد التي ذكرها الأستاذ بالملايين خرجوا من الكفاية إلى الفقر الذي لا يجدون به الضرورات. يعني دمرت بيوت، انتهت أثاثاتها، انتهت ما لديهم فيها أيضا من ضرورات مأكلهم ومشربهم ومطابخهم، يعني أسر كبيرة وعدد بالملايين لا تجد الآن ضرورات الحياة، لا تجد الضرورة اليومية، يعني الأكل، يعني الفراش، الدفاء، عرفت كيف، الحركة، التنقل، يعني حق العلاج غيره، في يعتبر هذه مأساة ملايين فقدوا هذه الضرورات. كيف لو كان هذا حالنا؟ نعم، لابد يعني أن نضع نفسنا في نفس المكان. صحيح، يعني واجبنا أنه فعلا نشعر بمثل هذا الشعور. نعم. وأن يعني نشارك إخواننا هذه المأساة ونشعر فعلا، يعني لو حصل لقدر الله مثل هذا الأمر، يعني ما هي الاحتياج يصبح الإنسان فعلا يعني بين عشية وضحاها من غنيين إلى فقير لا يجد شيئا، فنشعر بهذه المأساة. الأمر الآخر، أود أيضا مع شعورنا بهذه المأساة وبهذا الوضع الذي يمر به إخواننا في سوريا أيضا، بأننا ينبغي أن نكون جميعا على ثقة بأن نصر الله آتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن الله يفرج عنهم بدون شك. يعني هي سنن من سنن الله، بعد العسر يسر، بعد الشدة الفرج. فرج. أنا عند حسن ظن عبدي بي. نعم، يعني وظننا بالله سبحانه وتعالى. نعم. يعني وأنه مهما يعني ظلم الناس، مهما استضعف الناس، لله سبحانه وتعالى قانون وإرادة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، وأولى بدون شك قد استضعفوا كثيرا وأوذوا كثيرا، فنبقى أيضا جميعا على ثقة بحيث لا يدخل أيضا اليأس والإحباط لا عند المقاومين في الداخل، ولا عند هذا الشعب أيضا الذي يصبر ويقاوم ويقدم كل يوم من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمشردين، عرفت كيف؟ نعم. ولا عند الجمهور أيضا بحيث يعني خلاص صاب الناس في الإحباط، يقولوا إيش نفعل، يعني شعب دمرت كل ضرورات حياته، شعب خرج إلى العراء يعني ودمرت بيوته، شعب أيضا هجر إلى الخارج، فجانب الأمل أيضا جانب مهم. ثم الأمر الثالث بأنه لإخواننا علينا حقوق كثيرة، من هذه الحقوق أقل شيء أن نرفع أكفنا في الليل والنهار وفي الصلوات، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى، ندعو الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور، نستفتح أبواب السماء، نستغيث الله سبحانه وتعالى. نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فيعني فهذا الأمر أيضا يعني كل الناس يعني قادرين عليه، قادر عليه الرجال، قادر عليه النساء، قادر عليه الأطفال، قادر عليه الشيوخ، قادر عليه الفقراء، يستطيعه الأغنياء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يستجيب الدعاء وترفع هذه الدعوات من أناس دعواتهم مستجابة، فيفرج الله عن هذا الشعب هذا الهم الذي هو هم المسلمين جميعا. فأنا أدعو إخواني الأئمة في المساجد أن يقنطوا بعد الصلوات في هذا الأمر، لأنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هديه يقنط في النوازل، وأي نازلة يعني أكبر من هذه، وإذا لم تكن هذه نازلة فما هي النوازل إذن هذا يعني واجب من هناك. ملاحظة يا شيخ أن نعم. المصيبة هذه التي حصلت بإخواننا في سوريا طويلة، طالت. نعم. يعني هناك من المساجد من كان يدعو في البداية، بالنسبة لاقتراحكم يعني بعض المساجد الآن توقفت عن الدعاء، وما زالت الأحداث هناك مستمرة، بل أحيانا يعني يكثر عدد القتلى، فنخاف كما ذكر مسبقا في حلقة سابقة أن الأمر يصبح أمر اعتيادي، خلاص اليوم
ماتوا 150 بكره 100 والحمد لله مش 150. تفضل. لا يملوا الله حتى تملوا. ويعني واجبنا مهما طالت المحنه ان نطيل النفس وندعو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الدعاء سيستجيب 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 بدون شك، وان الله عز وجل يعني يستجيب من العبد ما لم يقل دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. فنستفتح ابواب السماء، هذه واحده. لا مغيث لنا ولا مجير الا الله سبحانه وتعالى من ظلم هؤلاء الظلمه ومن اجرام هؤلاء المجرمين ومن يعني تآمر هؤلاء المتآمرين الذي ما بقي يعني ما بقي اي احساس ولا مراعاه لا في الداخل ولا في المحيط العربي بموقف مناسب ولا في المحيط الدولي. حقوق الانسان حقوق الانسان الضروريه تنتهك. ما في شيء. هذا الامر الاول. الامر الاخر من حق اخواننا علينا ايضا ان نقدم لهم ما نستطيع من المال، الدعم المالي. الدعم المالي انا اقدر حقيقه انه الشعب السوري بحاجه الى شيء كبير. مهما جمعت من التبرعات لا تستطيع ابدا ان تفي بضروراته. لماذا؟ لان عندك الذين خرجوا يعني من بيوتهم لم يبقى لهم شيء. يعني كم من المال يكفي للصرف على هذه الأسر المهجرة التي لا تجد شيئا؟ ثم أيضا نقول يعني ثم هذه المهجرين أيضا الذين هجروا ما عنده أيضا نفس ليشتغل، نقول يعمل يسوي حاجة حل مشكلته، ما في فرصة. هو إن كان مهجر داخل سوريا فهو من مناطق حرب إلى مناطق حرب، من مناطق مشاكل ما فيش عمل. وإن كان مهجر فلا مسكن ولا طعام. نعم. ولا كساء. وإن كان مهجر آخر خارج سوريا أيضا في المأساة إيش؟ في المأساة أشد. نعم. فهذا النوع. الأمر الثاني عندنا أعداد كبيرة من أسر الشهداء الذي ما بقي. أحيانا في الأسرة يبقى شوية أطفال، أحيانا في الأسرة بعض الأسر يبقى فيها طفل واحد موجود، طفل ما يفعل إيش يسوي. أحيانا بعض الأسر يبقى فيها يعني المرأة وبعض العيال. ها يعني هذه الأسر أسر الشهداء أيضا من الذي يمكن أن يتحمل مسؤوليتها إذا لم تكن هذه الشعوب التي تشعر بهذه المأساة وتقدم أغلى ما عندها مثل ما تنفق على عيالك، تراعي إخوانك أولا مثل ما تراعي عيالك. عرفت كيف؟ يعني قدم لهم مثل ما تقدم لعيالك. أنا لا يعني لا نقول أننا سنبلغ في هذه التبرعات أن الواحد منا يقاسم إخوانه. إحنا نقول على الأقل نقدم ليش؟ يعني نكون كرماء كذا شوية. أيضا شيخ أليس هؤلاء هم أمانة في عنق كل مسلم؟ صحيح صحيح. نعم. يعني الشيخ عبد الرقيب ذكر أن هذا الأمر واجب، أن تقوم في إعانة أخوك المسلم أمر واجب. صحيح صحيح. نعم. وهو من يعني يقول النبي عليه السلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. احنا مش نعلم، احنا نشاهد ونبصر. نعم. ونحصي ونسمع. نعم. عرفت كيف؟ نعم. يعني فهؤلاء اخواننا يعني هذا حق من حقوقهم علينا. نعم. انا وجهة نظري ايضا انه ينبغي ان تستنفر كل طاقات المجتمع، نخلي المجتمع كله يعيش مع هذه المأساة ويشارك في تقديم شيء. على سبيل المثال لو انه وضعت في الاسر حصالات كما يقال، حصالات صغيرة عرفت كيف في 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 الأسرة، وبعدين الأب والأم يحثوا عيالهم يا ابني إخوانك في سوريا، وطبعا الأولاد حتى الأطفال الصغار متفاعلين أيضا يرون ويشاهدون هذه المأساة. عرفت كيف؟ من الجعالة حقك كن ضعش شوية 10 ريال 20 ريال عرفت كيف في هذه الحصالة. سنجد على مستوى الأسبوع على مستوى الشهر إن في ثمرات غير عادية، وفي نفس الوقت أيضا نكون نحن عودنا وربينا عيالنا على أن يقدموا شيء في هذا الجانب، يتعودوا أيضا يعيشوا مأساة إخوانهم. فهو جانب تربية وجانب أيضا إعانة. لو يعني وضعت مثلا في المحلات التجارية هذه الحصالات، كم ستجد من الناس أيضا يقدمون فيها؟ عرفت كيف؟ لو الواحد مثلا يعني من راتبه الشهري صاحب الراتب يقول أنا خلاص أنا أخذ على نفسي حاجة أعطي نسبة كذا لإخواني في إيش؟ سوريا. وبالتالي أول ما يستلم الراتب خرج هذا على جنبه يروح إيش؟ ولا يضيعها الله عز وجل ستضاعف. نعم بدون شك. نعم. يعني المساجد أيضا واستنفارها للناس، رجال الأعمال أصحاب المال، يعني أفضل مجال يمكن أن يستثمر فيه المال هو هذا. نعم. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأرزاق
وبيده يعني حفظ الأموال وبيده الأرزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يعدنا ويقول في كتابه العزيز وما أنفقتم من شيء فهو إيش يخلفه وهو خير الرازقين. في واحد من التجار حقيقة سمعت عنه مرة وهو رجل يعني حقيقة من أصحاب المال الكثير، وفي نفس الوقت أيضا في وعي في تدين، عرفت كيف؟ هذا الشخص من ضمن القصص التي أعجبتني بأنه كان إذا رأى يعني ضعف في الأرباح، إذا رأى مشكلة في الدخل، إذا رأى مشكلة في البيع والشراء، إذا رأى إشكالية في هذا الجانب ماذا يفعل؟ لا يبخل ويشد يده مثل ما يفعل بعض الناس، لا، يكثر من الصدقة. يكثر من إيش؟ يكثر من الصدقة. ليش؟ يقول لك الذي يخلف عليه هو الله، الذي يفتح لي أبواب الرزق هو الله، وبالتالي يكثر من الصدقة وفعلا يرى أثرها في إيش؟ في ماله. فأنا في توقعي أصحاب الأموال يعني لو يأخذوا هذه العظة وهذه العبرة، يعني لو كل واحد يعني كذا نتعود نرخي أيدينا كل يوم، يعمل واحد إيش يعني صدقة من الصدقات ولو كانت قليلة، فيحظى بدعاء الملائكة كل يوم. الملائكة ينزل ملكين للأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يدعو لمن؟ للمنفقين، للمتصدقين، اللهم أعطي منفقا خلفا. ودعوة الملك مستجابة ولا لا؟ نعم. مستجابة. إذن يعني هذه بعض يعني بعض الواجب الذي ينبغي أن نقوم به، فنقدم من أموالنا لإخواننا في سوريا، نسد عن بعض الحاجة. هذا في جانب أسر الشهداء، أسر الجرحى. الجريح إيش يفعل؟ الجريح هو بنفسه محتاج من يعتني به. نعم. أسر المعتقلين، عرفت كيف؟ ثم أيضا يعني هذا الشعب كله المناضل الآن، سواء كان من الجيش الحر أو كان كذلك أيضا من الشعب والشباب، هؤلاء يعني من أخطر محارق المال كما يقال المواجهات العسكرية. المواجهات العسكرية محرقة للمال، وبالتالي هؤلاء أيضا من يقدم لهم؟ من يعينهم؟ من ينفق عليهم على الأقل؟ من يساعد؟ من يعين في ثبات هؤلاء في الميدان؟ فحقهم علينا حقا أنه نستنفر الطاقة المالية للناس جميعا. الفقير يدي بحالته، والمتوسط يدي بقدر حاله، والغني يقدم من ماله، كل بقدر ما استطاع. نعم، كل واحد بقدر ما يستطيع. فنكون بهذا قد أدينا شيء من الواجب الذي يعني أوجبه الله علينا في هذا الأمر. نعم. شيخ، كنت أيضا أريد أن أسألك شيخ محمد، لا يخلو أحد منا نحن وأنتم والمشاهدون أيضا إلا وقد فقد من هو عزيز عليه. ندعو الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم إن شاء الله. هل يساوي شعورنا بالحزن لفقدان هؤلاء الأحبة بفقدان أحبتنا في سوريا؟ تفضل شيخ. هذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما ينبغي أن يكون. وأنا حقيقة مستبشر بهذا الواقع الذي يعيشه الواقع، المجتمعات الإسلامية رجالها ونسائها صغارها كبارها شبابها، عرفت كيف؟ مثقفيها عامتها. أنا حقيقة مستبشر وأرى بأن هذا الواقع كل يوم يزداد جمالا في التضامن وفي الترابط يعني الاجتماعي. كنا في يوم من الأيام يعني ما حد يمكن يهتم بجاره بينه وبينه كيلو يعني كيلومتر، يمكن ما حد يهتم بجاره في البلد. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نما هذا الشعور ونما هذا التفاعل عند جميع الناس، فيسمعون إخواننا في المنطقة الفلانية في الدولة الفلانية وفعلا يتأثرون. أنا حقيقة عشت حالات يعني يحصل فيها من القلق والهم والحزن، حتى بعض الناس يقول أنا ما قدرت أنام. ليش؟ قال لأني رأيت في سوريا كذا وكذا، رأيت في بورما حصل وكذا، رأيت في فلسطين المشهد الفلاني. هذا معنى يبشرنا أيضا أنه الأمة الإسلامية بفضل الله برجالها ونسائها وشبابها، هذا الجيل ينمو نمو طبيعي على القيم الإيمانية. نعم. التي فعلا تربط الناس بعضهم البعض، وتقول لك القضية قضيتك، المقتول ابنك أخوك أسرتك، والله كان في سوريا ولا كان في فلسطين ولا كان في بورما ولا كان في مصر ولا كان في أي مكان. نعم. عرفت كيف؟ يعني هذا هو يعني يتفاعل الإنسان، وهذا حقيقة يعني بقدر ما أنا أحث أيضا نفسي وإخواني أنه إحنا ينبغي أن نرفع درجة هذا الشعور وهذا الإحساس بما يحصل
وكأنه في أسرتنا وفي نعم. بيتنا وفي إخواننا أيضا. أنا أبشر أيضا بأن هذا المظهر بفضل الله يزداد نماء كل يوم في هذه الأمة نعم. ولعله مبشر بإذن الله عز وجل بمستقبل تكون الأمة فيها أقوى تضامن وأقوى تكاتف وأكثر قدرة على الانتصار لقضاياها بإذن نعم. الله. وصدقني يا شيخ متى ما جاء هذا الهم وهذا الشعور جاءت الأشياء اللي بعدها الدعاء لهم إن شاء الله والتبرع وبذل الأموال لمساعدة نعم إخواننا نعم في سوريا نعم نعم. أحبتنا المشاهدين رقم الحساب ظاهر أسفل الشاشة. نحن نأمل من الله عز وجل أن يكون لكم الدور في دعم إخواننا وأحبتنا في سوريا. نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله.